السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة من قناة الموريتانية، نشرة الأخبار وفي أبرز عناوينها: وزير الثقافة يؤكد أمام الجمعية العامة لليونسكو في باريس أن موريتانيا تبنت إصلاحا ثقافيا يحمي هويتها ويضمن التلاحم بين مكوناتها. القوات السورية تستعيد السيطرة على مدينة دير الزور آخر المعاقل الرئيسية لتنظيم الدولة في سوريا. وفي ملف النشرة تتابعون: الموسم الرعوي بين توقعات الأرصاد ومخاوف المنمين. أهلا بكم إلى التفاصيل. ألقى وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين الشيخ مؤخرا كلمة أمام الدورة 39 للجمعية العامة لليونسكو التي بدأت أعمالها بالعاصمة الفرنسية باريس منذ 30 أكتوبر الماضي وحتى 15 من الشهر الجاري. وأكد الوزير خلال كلمته أن بلادنا انتهجت سياسة عامة تهدف إلى الرفع من شأن الإنسان وتكريمه، وذلك من خلال برامج متكاملة تضمن التكفل بالحريات العامة الفردية والجماعية. والآن سأعطي الكلمة إلى سعادة السيد محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة والصناعة التقليدية لموريتانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، السيدة رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء البعثات، أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء، أصحاب الفضيلة الخبراء، أيها الجمع الكبير، أيها الجمع الكريم، بداية أود أن تسمحوا لي أن أهنئ السيدة الرئيسة بمناسبة انتخابها رئيسة للمؤتمر العام لهذه الدورة 39، كما أهنئ السيدة المديرة العامة الجديدة بمناسبة انتخابها على رأس المنظمة، وكذلك السيدة المديرة العامة المنتهية ولايتها على العمل الممتاز الذي أنجزته خلال فترة انتدابها. كما أود أن أعبر لكم عن سعادتي وغبطتي اليوم بوجودي تحت قبة منظمتنا الثقافية العتيدة، منظمة اليونسكو، التي ترمز لوحدة العقل البشري في اتساق بديع من التنوع الثري للثقافات العالمية وتجسيد رمزية إخاء الإنسانية فوق الأرض بما تعنيه المنظمة وتعنى به من أداء رسالة المحبة والسلام والمعرفة بين البشرية جمعا خلال 70 سنة من العطاء السخي. فبثت بطواقم عملها الرائعة وجهود الدول الأعضاء خيرا عميما في جميع زوايا كرتنا الأرضية، بانية الأمل في النفوس المهزوزة، منيرة العقول المترددة، منافحة عن الثقافات المهددة، محافظة على التنوع الثقافي لدى الشعوب في طرائق حياتهم. وإنها لرسالة نبيلة تستحق ما تبذلونه فيها من جهود محمودة، خاصة في أيامنا هذه حيث تعاني ثقافات وشعوب عديدة من آلام الحروب والنزاعات العقيمة والقهر، وكل ذلك بسبب عدم قبول الآخر. السيدة الرئيسة، أيها الحضور الكريم، تنتهج الجمهورية الإسلامية الموريتانية سياسة عامة تهدف إلى الرفع من شأن الإنسان وتكريمه، وذلك من خلال برامج متكاملة تضمن التكفل بالحريات العامة الفردية والجماعية، كما تعمل على تشجيع النمو ومحاربة الفقر وتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية وتعزيز البنية التحتية للبلد، خاصة في الحقل الثقافي والشبابي والتعليمي، مما يشع الاستقرار والسلم الاجتماعيين ويؤهل البلاد لإنجاز الاستحقاقات المدنية والسياسية وخدمة الأجيال الشبابية الصاعدة. السيدة الرئيسة، أيها الحضور الكريم، تمثل بلادنا اليوم وكما كانت بالأمس قنطرة الحضارات والثقافات الإنسانية في غرب إفريقيا بين شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى، فإنشأنا بذلك مجالاً حيوياً نشرنا عبره القيم الإيجابية من تسامح وسلم وأريحية
بين شعوب المنطقة، وكنا سباقين إلى تعزيز الانتماء العربي الإفريقي والإسلامي والدولي عبر منظومة القيم التي أنشأها علماؤنا وأدباؤنا ومثقفونا انطلاقاً من نصرة القضايا العادلة وفض النزاعات ومعالجة الأزمات وتشجيع الوسطية. السيد الرئيس، أيها الحضور الكريم، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري الذي تلعبه الثقافة في التنمية المستدامة، فقد تبنت موريتانيا إصلاحاً ثقافياً طموحاً سيسمح بحماية الهوية الثقافية الوطنية من جهة، ويضمن التلاحم بين جميع مكوناتها من جهة أخرى، كما يجعل من الثقافة قطباً تنموياً يوفر فرص العمل ويدر دخلاً على العاملين في الحقل الثقافي داخل المدن الصغيرة والأرياف. وقد اعتمدنا في ذلك على إعلان سياسة عامة في مجال الثقافة، مراجعة شاملة للمنظومة القانونية، مراجعة شاملة للإطار المؤسسي للثقافة بشكل يضمن التأطير اللازم لمختلف الأنشطة الثقافية والتكوين الفعال للأطر والفنيين العاملين في مجال الصناعات الثقافية، إنشاء فضاءات ثقافية بهدف تقريب الثقافة من المواطن وخلق حاضنة ثقافية يأوي إليها الشباب حماية لهم عن حواضن التطرف والغلو والإجرام، كما أنها تشكل ساحة لتلاقح الثقافات المحلية وصهرها في بوتقة واحدة. إطلاق برنامج وطني لتنمية المدن والمواقع التراثية، إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى حماية مختلف مكونات تراثنا الثقافي وتحقق تطوراً ملموساً على مستوى أداء الأنشطة الثقافية محلياً ووطنياً ودولياً. السيد الرئيس، أيها الحضور الكريم، في مجال التعليم فإن موارد هامة تم تسخيرها في بلادنا لبناء المدارس والتكوين ومحاربة الأمية لدى الكبار، خاصة من المنتمين للفئات الاجتماعية الهشة. ولقد قامت بلادنا بخطوات علمية معتبرة، في مجال الإعلام تمثلت في تحرير الفضاء السمعي البصري وسن قوانين حماية الصحفيين، مما خولها لأن تتصدر دول المنطقة في حرية الإعلام على مدار السنوات الأربع الماضية. كما اعتمدنا استراتيجية متكاملة لحفظ البيئة والتراث الطبيعي، ونعمل على تنفيذ برنامج خاص لمحاربة زحف الرمال. وفي هذا الصدد استضافت بلادنا مقر وكالة السور الأخضر الكبير، وبذلك تتجلى إرادة موريتانيا والتزامها بمكافحة التصحر وحماية البيئة. وإن بلادنا لتشدد دعمها للجهود المبذولة من قبل اليونسكو لتنمية المجتمعات الإنسانية بتطوير التربية والثقافة والعلوم، وتشد على يدها في الوقوف ضد ما يواجه القدس الشريف من إزالة للمعالم الإسلامية والمسيحية والإنسانية، وكذلك حماية الآثار الفلسطينية باعتبارها تراثاً للبشرية جمعاء. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا بنواكشوط انطلقت اليوم فعاليات دورة تدريبية عالية المستوى في مجال الرياضات الميكانيكية. تهدف هذه الدورة المنظمة من طرف الاتحادية الوطنية للرياضات الميكانيكية بالتعاون الفني مع الاتحاد الدولي لسباق السيارات، تهدف إلى تزويد المشاركين بالفنيات والمهارات اللازمة من أجل تنظيم راليات دولية في بلادنا. من أجل تعزيز قدرات الفاعلين في مجال الرياضات الميكانيكية على الصعيد الوطني وتزويدهم بآخر المستجدات الفنية الطارئة في هذا الإطار، تتنزل فعالية الدورة التدريبية الثانية المنظمة بالتعاون ما بين الاتحادية الوطنية للرياضات الميكانيكية والاتحادية الدولية لرياضة السيارات فيا. اليوم عندنا دورة تدريبية للشباب الموريتاني، وهذه الدورة هي ثاني دورة تقوم بها الاتحادية الموريتانية على نظام السباق وخطورته والطريقة اللي ينظم بها السباق. يعني عاقب له الشباب الموريتاني والاتحادية والناس باطل اللي معنيين بالقضية يعودوا يعرفوا ينظموا السباق 100% موريتاني. كونوا شباب
يعود يقدهم أنفسهم يقوموا بعملية تنظيم الرالي بدون مشاركة أجنبية. هذه مرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي المساء إن شاء الله ليقوموا بالتدريبات على أرض الواقع من أجل أنهم يفهموا الموضوع اللي كانوا يقرأوه مع الصباح. خبراء دوليون معتمدون من طرف الاتحاد الدولي لرياضة السيارات يشرفون على تطوير هذه الدورة المتخصصة. اليوم الدورة التدريبية اللي عم تقام هي دورة لتهيئة المنظمين في رياضة السيارات بموريتانيا لتهيئتهم ليكونوا قادرين على تنظيم رالي إن شاء الله بالمستقبل القريب يقام بموريتانيا. الهدف من الدورة طبعا هي الراليات الصحراوية أو راليات المسافات الطويلة. مثل ما بنعرف كلنا كان يقام بموريتانيا كان يمر رالي باريس داكار بالسابق، وهذا النوع من الراليات مناسب جدا لطبيعة المكان. الصحراء جميلة جدا مناسبة كثير لهالنوع من الراليات، واليوم عم نشوف انه في اهتمام صار كبير بالمنطقة وبموريتانيا، فلذلك عم نشتغل هذا العمل مع الشباب هون. مجموعة الشباب اللي موجودين معنا بالدورة هي مجموعة مهمة جدا الحقيقة، متطوعين مهتمين وعندهم شغف بالرياضة وعندهم اهتمام بانه يتعلموا كيفية التنظيم. فالمعلومات اللي راح تنعطى اليوم هي كيفية تأمين الرالي، خطة السلامة لهذا الحدث، كيفية التوقيت، ما هي أجزاء هذا الرالي، مما يتكون الرالي، ومناطق الصيانة ومناطق السباق وكل هالأمور هاي. دورة تدريبية ستشفع غدا بسباق رالي قصير المسافة، هو الأول من نوعه الذي تشرف الاتحادية الوطنية للرياضات الميكانيكية على تنظيمه داخل البلاد. وإلى ولاية دخلت وذبو، حيث قامت السلطات العمومية مؤخرا باتخاذ إجراءات جديدة للتعامل مع مخلفات إنتاج مصانع الدقيق وزيوت السمك المعروفة محليا بموكا، وشملت هذه الإجراءات تكثيف الرقابة والتفتيش وإلزام الشركات العاملة باحترام المعايير الصحية والبيئية للقضاء على الانبعاثات والروائح التي تشكل خطرا على الصحة العامة. جاء الترخيص لإنشاء وحدات صناعية في مجال إنتاج دقيق وزيوت سمك لتحقيق استفادة أكبر من المخزون الهائل لبلادنا من الأسماك السطحية ودعم عائدات الاقتصاد الوطني وخلق فرص للعمل، مع التركيز على احترام السلامة والنظم البيئية الصحية في كل مراحل إنتاج مصانع موكا. وعلى الرغم من وجود دفتر التزامات موقع من المستثمرين والجهات الحكومية، فإن اختلالات ما زالت تلاحظ، خاصة الجانب البيئي الذي أصبح يشكل خطرا على الصحة ومشكلا يؤرق ساكنة واذبو. والساعة اللي فتحونا ها وشرايك موكا هون الضرر من فوق المطرق رايح روايح علينا الصباح المساء، تفتح نوافذ الشباب يكون نوافذ الصباح تجيك الروايح ترقد عليهم، القايل يشوك الدحميس ما خالق مو روايح موكا. ابي اتنفس برائحة موكا بقري العام. اليوم هون اصبح فيه القاشوشه اولاده قاطع موشح، وفيه مستشفى قريب من كرات فهمت، فيهم الاطفال يتنفس بالاكسجين برائحة موكا، وهذا حقيقه صعب. وأمام هذه الوضعية قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات شملت الرقابة والتفتيش والصرامة في التعامل مع المخالفين لمعايير سلامة. أنا ماسي عنها لا مش به فترة، مازال فيه بعض الملاحظات يا غير معروف شنو هما، مباكي مع هما اللي نقول عم تعاطيهم مع الرواية مؤخرا لا مضبوط، ما لقاو إنه ما هو الاستعداد أو عندنا دفش عاد واضحين يوميا. كي قلت لكم فيهم ملاحظات تتعلق بالمكونات الوحدة الانتاج كاملة، ولا يتم يوميا يوري الفاو مستويات الملاحظات عليهم، واللي منهم عنده شيء ثقيل اللي مثلا يقعد لا يسبب الدخان ولا يسبب الشيء لا يجر ازعاج ما انا اللي خلوه قاعد يقضي. ويؤكد المستثمرون في مجال دقيق وزيوت السمك استعدادهم لتنفيذ دفتر الالتزامات واحترام كافة المعايير المطلوبة في مجال الانتاج. تم توقف الأسبوع الماضي، توقف مفاجئ. نحن نتفهموا بين اللي عندنا كان نقاش مدته 7 أشهر الماضي، ومفروض أنه كان يتم التجاوب معه الالتزام به.
لكن نضاف نضاف له مطالب اخرى منا احنا بالاساس. كنا نختاروا الشخص المشكله بشكل دقيق ونقسموا الادوار فيها، والتزمنا امام الولايه امام الوالي وامام سلطات المنطقه الحره من جهه اخرى في اجتماعات اخرى، التزمنا حددنا المسؤوليات معهم عن تعنينا استغلال الموجود في شرائكنا احنا، يعني اي انبعاث ولا اي تلوث في الشرائك. لكن للشن قبل يوصل السمك للشركه حاولنا نفهمه معلن فيه مراخره، فما فرتير وفما كونسيناتير موريتاني هو التابع له السفينه، فما نرماتير هو صاحب السفينه، يلا يحاسبوا على اي سمك جابوه تعبان ولا غير صالح لل، وفم ناقل وفم مناول اللي هو الماني تانسيونير، وبالتالي لابد يتم تحديد المسؤوليات. وتعول ساكنة واديبو على القرار الأخير الذي اتخذته الدولة من أجل تنظيم قطاع إنتاج دقيق وزيوت سمك وضرورة موائمته مع النظم البيئية حتى تعوم الفائدة وينعم الجميع بمناخ بيئي سليم. نشرتنا متواصلة وفي ملفها لهذه الليلة تتابعون الموسم الرعوي بين توقعات الأرصاد ومخاوف المنمين. قبل ذلك أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم استقالته من منصبه متحاملا على إيران وحزب الله بشكل أساسي. وأكد الحريري في خطاب بثته إحدى القنوات استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، واصفا ما يعيشه لبنان حاليا بما كان سائدا من ما قبل اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وتحدث عن أجواء في الخفاء لاستهداف حياته. وأتى خطاب الحريري بشكل مفاجئ وسط حالة من التوتر الشديد بين السعودية وإيران وبعد عام على توليه منصبه. في العراق قالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية بسطت سيطرتها على غالبية أحياء مدينة القائم غربي البلاد في ظل استعادتها لاقتحام منطقة الرمان التي ما تزال في يد تنظيم الدولة بالمدينة. وأوضحت المصادر أن القوات العراقية قامت بإزالة العبوات الناسفة والتأكد من خلو الموقع من بقايا مقاتلي تنظيم الدولة بعدما استعادت أغلب المناطق في مدينة القائم. وهنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العراقيين بمناسبة استعادة المدينة بعد أكثر من 3 سنوات من سيطرة تنظيم الدولة على هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع سوريا. في سوريا أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مدينة دير الزور آخر المعاقل الرئيسية لتنظيم الدولة في سوريا. وتقول تقارير إعلامية أن الجيش السوري وحلفائه يقومون بعمليات تمشيط لآخر جيوب مقاومة مسلح تنظيم الدولة في المدينة، ويسيطر التنظيم منذ عام 2014 على المدينة التي تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة له لمحاذاتها الحدودية الحدود العراقية. في ملف النشرة، شكلت التساقطات المطرية المسجلة هذا العام تراجعا ملحوظا بالمقارنة مع السنوات الماضية، وهو ما يرجح احتمالية حدوث شح في المراعي التي تأثرت بهذا الواقع. وقد اتخذت السلطات العمومية حزمة إجراءات استباقية لتلافي تبعات الموسم المنصرم، وسيكون من أبرز أهدافها توفير الأعلاف للمنمين بالحجم المطلوب. آمنة متبة وملف النشرة. موسم الخريف لعام 2017 موسم واعد ومعدلات معتبرة للتساقطات المطرية. هذا ما توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية منذ نهاية شهر مايو المنصرم وحتى الأشهر الأخيرة من الموسم، الذي تنبأت الهيئة كذلك أنه سيشهد فترات توقف لتساقط الأمطار. الموسم بالنسبة لعموم التراب الوطني سيكون من فائض إلى عادي، فبالتالي السنة تكون سنة جيدة جدا بالمقارنة مع السنة الماضية والسنوات والمعدل الاعتيادي المستوى الاعتيادي الذي نقارن به، اللي هو من مقبول كمعدل من 1981 إلى 2010 30 سنة. فهذا الموسم واعد جدا. هذا التوقف اللي حدث احنا توقعنا، بالتالي وزعنا توقعاتنا على جميع الجهات حتى تأخذ الاحتياطات اللازمة لهذا التوقف في الأمطار.
جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، ولذلك ما يبرره، فما هي إلا مجرد احتمالات قد تصيب فيها الهيئة بأحد الأحجار الثلاثة أو بهما معا في الغالب، وقد ينحرف السهم ليخطئ الهدف في بعض الأحيان. طبعا بالنسبة للتوقعات الموسمية هذه السنة، كنا نتوقع ثلاث سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول أن تعود هنالك مجاميع مطرية لقلب الموسم تكون تسجل فائض باحتمالات 45%. السيناريو الثاني هو كان سيناريو متوسط، أن المجاميع المطرية تكون متوسطة وعادية. والسيناريو الأخير هو سيناريو بنسبة 20% أن يعود هنالك عجز. هذه السيناريوهات الثلاثة كانت محتملة، وإحنا كنا متفائلين بالنسبة للسيناريو الأول أن المجاميع المطرية ستكون فوق المتوسط، هذا هو اللي كان توقعات. وطبعا هذه وقفة الشهر السابع أثرت سلبا على 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 على, على, على المراعي وعلى أيضا المنتوج الزراعي. بين التوقع والواقع الذي أثبت أن التساقطات المطرية لهذا العام سجلت عجزا عن توفير غطاء نباتي خاصة في المناطق الرعوية، ولد هاجس الخوف لدى المنمي الذي كان يتطلع إلى خريف جيد ومراعي ترحمه من شراء الأعلاف والصرف على المواشي. للعام للحيوان مهم الموريتاني هو العايش فيه، وهو الضامن الهم اللي عدم المجاعة مدام خالق. إذن يا الله يخلعنا، ويا الله الدولة توقف وتعدل التدابير كامل اللازمة، وفات في جمايعنا أكد اللي عدلنا مع الوزارة الأولى أكدونا أنهم لا يعدلوه وأنهم لا يجيبوا 150,000 طن من ركل و70,000 طن من القمح. وهذا ظاني نحن عنها مع طبيعة عن حيواننا ناجع ولا يقاس منه الشمالي وشي قاس سينقال، عن هذا لا يكفي ذا اللي باقي من الحيوان وينقذ. تخوف المنمي من شح المراعي لهذا العام لم يعد مطروحا بعد أن خصصت السلطات العمومية من الميزانية العامة للدولة مبالغ مالية معتبرة لتوفير الأعلاف للمواشي بأسعار مدعومة والتدخل عند الاقتضاء. نقص الأمطار اللي لتحل خصوصا بعض المناطق، باكرا اعطاء فخامة رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة أعلنها خصوصا القطاعات المعنية أعلنها تعدل تقييم للحاجة وتعدل تقييم الآثار هذا النقص المتوقعة على طيلة الفترة المقبلة، ويرتصد مبلغ في مجال الاستثمار في الأنشطة اللي تقد تخفف عن المواطنين، يعدلوا منها حفر الآبار في البلدات اللي فيها المراعي والبلدات اللي عطشانة، يعدلوا منها استصلاحات ريفية على الضفة. لاهي مبارك مع يمول عليها برنامج أخر يدخل في تقاليد الموريتانيين، هو حريثة اللي ينقاله حش الحيوان، حريثة اللي ينقاله الفصة وحش الحيوان باللي يلو كان يعدل. نعود المشاكل ما هي مطروحة عندنا ضرك، عندنا موارد مائية كبيرة وعندنا أراضي صالحة، والتقنيات في هذا المجال أيضا تطورت حتى. وتجدر الإشارة إلى أن بلادنا تمتلك ثروة حيوانية هائلة، كما تتوفر على مساحات رعوية شاسعة، الشيء الذي مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية خاصة منها اللحوم الحمراء. نهاية النشرة، للتذكير بأبرز العناوين. وزير الثقافة يؤكد أمام الجمعية العامة لليونسكو في باريس أن موريتانيا تبنت إصلاحا ثقافيا يحمي هويتها ويضمن التلاحم بين مكوناتها. القوات السورية تستعيد السيطرة على مدينة دير الزور آخر المعاقل الرئيسية لتنظيم الدولة في سوريا. وفي ملف النشرة، تابعتم الموسم الرعوي بين توقعات الأرصاد ومخاوف المنمي.
أشكر لكم حسن المتابعة، ألقاكم عند آخر نشراتنا الإخبارية منتصف الليل. إلى اللقاء.